أكد سعادة السيد غانم بن فضل البعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن هناك تجاوبا كبيرا للسلطة التشريعية مع السلطة التنفيذية، الأمر الذي تجسد بإصدار وإنتاج أكثر من 300 تشريع وقانون. مجلس النواب في السلطة التشريعية باستخدام الأدوات الرقابية، سابقا كان من حق مجلس الشورى توجيه الأسئلة وطلب المناقشة العامة وخلاف ذلك من الأدوات الرقابية. بعد 2012 أصبح الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية من حق مجلس النواب المنتخب تحديدا دون غيره. أيضا في التعديلات 2012 تم تعديل، هو فعلا بروتوكولي ولكنه مهم جدا، عندما أصبح رئاسة المجلس الوطني لرئيس مجلس النواب المنتخب وليس لرئيس مجلس الشورى المعين. هذه تعديلات حبيت أطلعكم عليها، تبين بيئة العمل التشريعي عندنا في البحرين الذي كما قلت يعني يمتاز ببعض الميزات تختلف عن بعض الأعمال في دول مجلس التعاون الشقيقة. بالنسبة لنا في البحرين خلال أربع فصول تشريعية من الفصل الأول سنة 2002 إلى نهاية الفصل الرابع 2018 استطعنا إنتاج وإصدار طبعا من خلال السلطة الإصدار وهي جلالة الملك 300 أكثر من 300 تشريع بقوانين وخلافة. هذه طبعا تظهر مدى تجاوب السلطة التشريعية وقدرتها على التعامل مع القوانين وكمية القوانين التي ترسل لها من أجل إنجاز، خاصة في بعض القوانين تحتاج إلى تحدي في الوقت، بمعنى من الضروري إنجازه في مدة محددة وعدم التراخي فيه وانتقاله من فصل إلى فصل، إنما تحديدا يجب الانتهاء منه في ذات الفصل.